طب نبدا كده ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تحميل لعبه FTS 2022 مود كاس العرب بالدوريات العربيه. هيكون معاك الدوري المصري والجزائري، وهي دوريات كتيره جدا كمان زي الدوري السوري ودوريات العربيه كلها، وهتكون اللعبه باخر انتقالات والاطقم، وكمان اللعبه مود كاس العرب. اللعبه بصراحه جدا هتكون جميله جدا، هشرح معاك ان شاء الله كل حاجه، طريقه التثبيت وكمان ازاي تقدر تشغل اللعبه، فلازم تكمل معايا الفيديو للآخر. وما تنساش تنزل تضغط دلوقتي اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش على طول في الفيديو. بس قبل ما اخش في الفيديو اشكركم بجد على كل الدعم الرهيب الفيديوهات اللي فاتت، وكمان ان شاء الله هحاول بإذن الله انتظم في تنزيل الفيديوهات. فشباب كده مش عايز اطول عليكم، يلا بينا على طول نخش في مميزات اللعبة وهنشرح بعدها طريقة التثبيت، فيلا بينا. وتعالوا نستعرض مميزات اللعبة مع بعض. زي ما انت ما شايف كده، دي اول ما هتفتح اللعبة هتلاقي فيها قوائم كتيرة جدا، مود المدرب، كمان المانجر مود، عندك حاجات كتيرة جدا هنا، السيتنج زي ما انت ما شايف حاجات كتيرة جدا، كمان هنا هنا مود المدرب زي ما انت ما شايف اهو، تقدر تلعب ماتشات، وزي ما انت ما شايف كل دي الدوريات، معاك الدوري المصري والدوري السوري، ومعاك دوريات كتيرة جدا عربية كتيرة جدا، زائد ان معاك كمان منتخبات العربية زي ما انت ما شايف هنا بقى اهو، الفرق الدوري السوري اهو، وكمان الدوريات العالميه. بصراحه اللعبه كمان باخر انتقالات والاطقم، وبصراحه لعبه جامده جدا، الجرافيك بتاعها رهيب جدا يا جماعه، اللعبه تستحق بصراحه، تستحق جدا. زي ما انت ما شايف ماتش منتخب الجزائر اهو مصر، تعالوا نشوف نلعب جيم بلاي ونستعرضه مع بعض ونشوف الجرافيك. بص بقى الجرافيك وركز معايا، ركز، بصوا يا جماعه اول ما نخش الماتش زي ما انت ما شايف كده اهو، الجرافيكس بتاع اللعبة جامد جدا يا جماعة، اتحسن بشكل رهيب جدا، وكمان اللعبة بآخر انتقالات والأطقم واللعيبة، وحجمها صغير جدا 300 ميجا. هشرح معاك كل حاجة وطريقة تنزيل اللعبة وطريقة تثبيتها، وزي ما انت ما شايف اهو الجيم بلاي والزراير، طريقة التحكم بتاعتها سلسة جدا، يعني أزرار التحكم سلسة جدا معايا بصراحة، حاجة كده رهيبة، حاجة كده بصوا يا جماعة تحفة بصراحة. هرسب لك الرابط بتاعتها في الوصف وهسيبك كمان مع جيم بلاي اخر الفيديو. بس يلا بينا كده نروح نشوف طريقه التثبيت، طريقه التثبيت مهمه جدا عشان تقدر تشغل اللعبه بدون مشاكل، ويلا بينا نروح نشوف طريقه التثبيت. بصوا بقى يا صاحبي، طريقه التثبيت سهله جدا وبسيطه، كل اللي عليك ان انت هتحمل الملف ده، هيظهر معاك ثلاث ملفات بالشكل اللي قدامك ده، اي بي كي او بي بي وداتا. هنروح على ملف الاي بي كي، هنضغط تثبيت عادي جدا، هتستخدم برنامج طبعا زر ارشيف لتثبيت الملفات زي ما انت ما شايف اهو، اهو دي كلمه السر، هسيب لها لك برضك في الوصف عشان لو انت محتاجها، هي قدامك اهو. وبعد كده هتثبت الاي بي كي عادي خالص بدون اي مشاكل اهو، هتضغط تثبيت. طبعا انا ثبته فمش هثبته تاني، تعالوا نروح بقى على الملف التاني وهو ملف الداتا. برضك اطلب منك كلمه سر، هتكتبها له بالشكل ده برضك اهي قدامك اهو، عشان تكون الامور كلها واضحه. وبعد كده هيظهر معاك الملف عادي خالص، بعد كده هتاخده نسخ بدون اي مشاكل، وهتروح على ملف ذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده داتا، بعد كده نرجع تاني للملفات يا صديقي، ونروح على ملف الاو بي بي، هتاخده برضك فتح بالشكل ده، وهتكتب نفس كلمة السر برضك بدون أي مشاكل وبدون أي حاجة خالص، مفيهاش أي طريقة، سهلة وبسيطة يعني يا جماعة، ركزوا فيها. بس هننسخ ملف الـ OBB بالشكل اللي قدامك ده، وبعد كده نروح لذاكرة الهاتف أندرويد، وبس كده مبروك عليك اللعبة اشتغلت وبدون أي مشاكل، مبروك عليك اللعبة والجيم بلاي الرائع ده. تقدر تستعمل اللعبة بقى زي ما أنت عايز بقى، تلعبها في الوقت اللي أنت عايزه، اللعبة بدون إنترنت وبحجم 300 ميجا. كل الروابط في الوصف، وبرنامج زر ارشيف اللي هو برنامج فك الضغط اللي هو اللي ثبتنا بيه اللعبه ده من شويه موجود معاك كمان في الوصف، كل الروابط في الوصف يعني. فبس كده هسيبك مع بعض الجيم بلاي، السلام عليكم.